أصدقائي ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا النهارده ضيفة نموذج مشرف للمرأة المصرية، مش المصرية بس والعربية كمان، نموذج للنجاح، قدرت إن هي يكون عندها حلم، وكمان مش بس يكون عندها حلم، قدرت تحققه وفي فترة بسيطة. اجتهدت، اشتغلت، عملت مجهود كبير جدا، فعلا نموذج مشرف للمرأة المصرية. في كل حلقة احنا بنجيب نموذج المرأة المشرفة المصرية علشان المرأة هي نص المجتمع، أنا ممكن كمان تكون 3/4 المجتمع، بتؤثر في الرجل، بتؤثر في تربيته، في أخلاقه، في كل حاجة في الرجل. ركز على الحتة دي ركز عليها. احنا معانا النهارده الأستاذة سهى سمير، رئيس مجلس إدارة برو ميديا. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا عبير. أهلا بيك. منورة الدنيا. وعايزين نتكلم بقى النهارده كلام من القلب كده مع ابتسامة حلوة. أنا بعد المقدمة الجامدة دي بقى كلام من القلب إيه كده؟ يعني القلب كله خلاص كده. لا إن شاء الله يعني نعمل حلقة عن النجاح ومشاوير كتير وخطوط كتير عريضة ووقفات كتير وقفت في حياتنا، فهنقدر نتكلم بيها ونقدر النهارده نطلع أجمل ما في الأستاذة سهى. تمام. أنا أسألك بقى السؤال، بما إنك سيدة فعلا ناجحة، إيه أسباب النجاح؟ أو ممكن بصيغة تانية، ممكن الشخص ينجح لوحده كده ولا لازم يبقى فيه عوامل حواليه أو أشخاص بتدعمه؟ لا طبعا شخص لوحده مش هينجح. أي حاجة حواليها عوامل نجاح. البرنامج ده حواليها عوامل نجاح، ناس، فريق. أي حاجة أنا ابتديتها في حياتي بدايتها عوامل وفريق وناس، سواء قرايب، ناس مقربين ليا، سواء فريق عمل. المهم ان انت يكون عندك التالنت، يعني عايزه الحته ان انت توصلي للحته بتاعتك دي، عايزه توصلي لها، خلاص هتنجحي. العوامل بقى اللي حواليكي طبعا كلها عوامل مساعده، لوحدك مش هتقدري ان انت تكملي. فده من وجهه نظري الفرد، يعني الفرد نفسه مؤثر لان هو عنده الاراده، والمحيطين يعني بيكملوا بعض طبعا. يعني المحيطين بيه، يعني لوحدي من غير جوزي، من غير ولادي، من غير ابويا الله يرحمه، من غير امي، من غير كل المحيطين لغايه دلوقتي. لو في نجاح لكل المحيطين في الشركه، في القائمين على العمل، عمر الدنيا ما بتمشي وان مان شو، سواء الحياه الشخصيه او الحياه العمليه. في مقوله بتقول وراء كل رجل عظيم امراه، وانا بعتبر نفس المقوله وراء كل امراه ليها كيانها ورونقها وعظمتها وليها وجود في المجتمع رجل. ده صح. الكلام ده مظبوط طبعا، صح جدا. كمان بص، لو الحياه الزوجيه حياه سويه، والحياه الشخصيه، انا بتكلم على الست، وحياتها ايام ما كانت في بيت اهلها حياه سويه، فبالتالي لها عيله بتسندها لغايه ما وصلت حته معينه، كونت شخصيتها، اتجوزت، بقت كيان مستقل، عايزه برضو تكون ناجحه حتى لو ست بيت. على فكره مش شرط ان هي تكون طموحها ان هي تشتغل. انا اشتغلت بعد ما اولادي دخلوا المدرسه مثلا، اطمنت ان هم خلاص نيرسري ودخلوا والدنيا ستيبل جدا، خلاص انا عايزه اشتغل زي باقي الناس، واجرب اخوض التجربه. فانا شايفه انه من عوامل الرجاله اللي في حياتي يعني ابويا الله يرحمه، وجوزي طبعا، وانا عندي ولدين، الولدين برضو رجاله في حياتي، فانا لولا المربع ده يعني انا ما كنتش هشوف نجاح. عندي شهاده انا اعتزي بيها طبعا منك على كل الرجاله يعني في حياتك، وده مهم لانه فعلا بحس ان الراجل لو ادى الثقه لبنته، ادى الثقه لاخته، ادى الثقه لزوجته ان هي تبقى موجوده ويساعدها وما يغيرش من نجاحها ويقف معاها ويبقى باور ليها، ايا كان بقى اخ، اب، زوج، ده بيؤدي لوجود امراه سويه. بالظبط بالظبط. طب ايه بقى العكس النجاح؟ يعني ايه اللي ممكن يقف قدامك كده وممكن ما يخليكيش تنجحي؟ بصي برضه ده راجع للشخصيه. في شخصيه تلاقيها كسوله، مش صبوره، ما عندهاش صبر، ما عندهاش اراده، مهما كان اللي حواليها. بصي الاصرار والاستمراريه هو ده اللي بيخليكي توصلي لهدفك. مش هقول عند، لكن انت عندك اصرار، عايزه تنجحي، عايزه توصلي لحاجه. وممكن يكون عند، على فكره ده حسب بقى الشخصيه، يعني في شخصيه هاديه، ما العند في النجاح حلو. بالظبط. يعني انت عايزه تنجحي، عايزه تثبتي حاجه، انت ابتديتي حاجه وتكمليها، فالاستمراريه. ما تجيش في النص وتقولي ايه لا انا زهقت، او جالك دروب والتاني جيتي في التالت قلتي لا انا زهقت بقى الدنيا مش ماشيه. لو انت حابه اللي انت بتعمليه لا هتكملي مره واثنين وثلاثه وهتلاقي نفسك ماشيه على التراك. وما تبصيش حواليكي، انت عايزه تحققي هدف معين. لو انا بصيت لكل واحد حواليا بيعمل ايه وعايزه ابقى زي ده وزي ده زي ده، مش هوصل، هتعطل. انا حصلت لي دروبات كتير جدا في حياتي، بس كل دروب برميه على ظهري، ودروبات. طب ايه بقى اللي انت ممكن تقوليه لنا دلوقتي؟ يعني حاجه اثرت فيكي قوي وقومتك تاني او لا؟ في كلها في مجال الشغل يعني مجال يعني من غير خوض في تفاصيل، في حاجات شغل، وعمري ما ببص ورايا، طب ببص قدامي. تيجي وبنجح، تيجي الحمد لله يعني، ده فضل ربنا يعني. ونتكلم عن سهرايه يا حبيبتي. قولي لنا ايه موضوع سهرايه، والموضوع ابتدى معاكي ازاي، وايه جماله؟ بص، انا ابتديت في بدايه شغلي، ما كانش عندي يعني ما اعرفش انا عايز اقول لكم سهرايه مجله مهمه جدا موجوده في السوق، اعدادها كتير جدا. من مجله سهرايه مش هقول لكم ان فعلا مجله فيها فخامه، فيها ابواب ثابته متميزه، فيها حاجات حلوه كتير جدا. سهرايه مجله موجوده في السوق، تقدروا ان انتوا تتابعوا كل ابوابها، وعامله حاجات للمراه وعلى الديجيتال كمان والاونلاين بتاعها الحمد لله. كلمينا عنها انت طبعا، طالما انت موجوده معانا ما اقدرش اتكلم عنها. لا ازاي بقى الاعلام يعني. السهرايه كانت يعني هي جت صدفه. انا يعني لما ابتديت اشتغل قعدت سنتين ثلاثه كده، كان فيا موهبه التسويق وانا ما اعرفهاش طبعا. بطريقه او باخرى ظهرت، بطريقه او باخرى رحت اشتغلت في مجموعه مجلات. سني كان صغير جدا، اترقيت بقيت مديره تسويق المجموعه بالكامل، كنا حوالي 12 مجله. يعني كنت تقريبا بطلع، طبعا كان كيان كبير جدا وموظفين، مش بقول انا بطلع، كان معايا جروب يعني رهيب، يعني مؤسسه. كنت تقريبا بطلع كاعلانات، اللي هو بتقدر تبروديوس المجله، هو ده اللي بيصرف عليها. طبعا. ان انت كل يوم ونص تقريبا كنت بتطلع مجله. طبعا اعدادها ومواضيعها حاجه، الاعلانات عليها حاجه ثانيه. وفي فريق كبير جدا كان شغال في التسويق برضو. فمشيت كده، فعارف لما تبقى حاجه في دمك. جه لسبب او لاخر في الثوره والكلام ده كله، الدنيا وقعت، حصل ظروف، الدنيا وقعت. ابتديت في مجال الميديا برضو، اشتغلت في ايجنسي برضو مديره تسويق. كان في عندي ناس طبعا حبايبي جدا من ايام المجال المجموعه الاولانيه. طب ممكن نعمل حاجه، لو عملنا احنا معاكي، احنا في ظهرك. انت كنت مقومه جزئيه كبيره اللي هي اللي بتجيب الدعم علشان تطلع مجله، فليه ما نبتديش؟ فلقيتها انها الفكره، طب ليه لا؟ جوزي اتعرضت عليه الفكره، عجبته. طب انا معاكم بدعمكم، ابتدى الدعم. عدد انا اوريدي معروفه في السوق. انا بحيي جدا زوج حضرتك، الله يخليك بجد والله. الله يخليك. اسمع بقى. يا رب يكون سامع. فدعم بقى، يعني انت عندك ناس عايزه تشتغل، عايزه تنجح. كلنا طالعين من نفس المدرسه، كانت منظومه هايله ومؤسسه كبيره جدا، فطالعين على نفس النظام، بس عايزين بقى بفكر. ابتديت استغل ولادي واصحابهم والجيل اللي هو اللي لسه طالع ده، انت حابب تشوف ايه في المجله، لان الديجيتال كان ابتدى يدخل. حلو. فالكلام ده كان ايام الثوره. لما جيت اعمل مجله، ناس كتير قوي قالوا دي مجنونه، المجله دي استحاله هتكمل عدد، الثاني الثالث، ايام الثوره استحاله يعني. يعني المجله اشتغلت الحمد لله، عدد في الثاني في الثالث، كبرت. ربنا اراد فكر الشباب، فكر الناس اللي في المجله، يعني المجله كل نجاحها بالقائمين عليها فريق العمل. طب انا عرفت ان في اعداد كتيره قوي يعني حضرتك اصدرتيها من المجله دي. طبعا اكيد بيبقى في عدد كده يعني بيبقى محب لقلبك او كده. لا بصي، كل عدد بيطلع حلو انت عندك تشالنج رهيبه جدا ان انت تطلعي اللي بعده احلى منه. يعني مش الاول زي ما بيقولوا الاول. لا 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 بصي انا هقول لك حاجه، العدد لما بيطلع حلو، احنا كل عدد بنعمله ستيشن بتاعه، بتجيبي الفنانه وبتصوريها وبتعملي ستيشن وبتحجزيه في الاوتيل وبيبقى فيه كرو كامل وبتعملي كل اللي يريحها عشان تطلعي سيشن حلو. وبعد كده بنعمل له بقى الفيديو كليب بتاعه او البرومو بتاع المجله، الكلام ده كله. المجله طبعا ديجيتال، على لها ويب سايت، لها سهرايه يوتيوب تي في، لها على اليوتيوب، لها على الفيسبوك، لها الانستجرام. ف الفنانه بتتبسط لان طبعا بنحب نعمل لها حاجه حلوه طبعا. فبتعمل حاجه حلوه، فبتلاقي كل عدد انت عايزه تعملي احلى من اللي قبله، عايزه تعملي احلى من اللي قبله. هو الكلام اللي حضرتك بتقوليه نفس كلام الفنان والمطرب لما نقول له ايه احلى اغنيه اولاد حلوين. لا لا بس لا بس انا يعني اسمحي لي بقى بمعرفتي بيكي شخصيه، في حاجه حصلت وموقف حصل شخصي معاكي في مجله كلام الناس. الموضوع كان مختلف، ايوه كان مختلف خالص، وكنت شايف قد ايه فرحتك بالعدد الاولاني. يعني الموضوع كان مختلف. بص كلمه كلام الناس دي بالنسبه لي في قلبي كده. ليه؟ انا اتربيت في المجله دي طبعا. مجله عريقه، مجله لها اسم كبير، القائمين عليها آل ابو زهر، دول ناس يعني انا بعزهم جدا وعلى دماغي. وانا اتعلمت في المؤسسه دي، اتعلمت في المدرسه دي، اتعلمت الحب، الاحترام، الناس مع بعض. لظروف ما الدنيا خلاص اسمي مرتبط بكلمه كلام الناس. حلو. ومجله فلاش ومجله، كانت المجلات ايامها بومينج يعني، ما كانش فيه طبعا السوشيال ميديا زي دلوقتي. فانت عندك فلاش، اي حد عايز يشوف حفله مجله فلاش اوب يبص بتاع طبعا. ف الاسم طبعا بالنسبه لي انا بحبه، اسم انا متربيه عليه. ف طلعت التصريح الحمد لله، خدنا الموافقه، ابتدت. فده كان اهم انجاز في حياتي ان انا استمر بالاسم الكبير ده. ولما حصل طبعا كانت سعاده غير عاديه طبعا طبعا. طيب انا هاخد من كلمه حضرتك انجازات. كل واحد فينا بيبقى حاطط طموحات قدامه او احلام عايز يحققها. ايه الحاجات اللي انت حققتيها وحاجات لسه ما حققتهاش؟ بصي الحمد لله، بصي هي هنقيسها نسبه وتناسب للسن. الحمد لله الواحد بلغ من السن يعني حبه حلوين. فلما باجي اقارن السن باللي انا حققته، اقول اشكرك يا رب جدا على اللي انا وصلت له ده. وده بفضل محبه الناس، دعاء الناس، مسانده الناس، الاهل اللي حواليا. فانا لا، انا ما فيش حاجه يعني، ماشيه اون تراك خطوه خطوه. ولسه عندي طموح كبير جدا يعني في المجله، عندي طموحات. ايه اللي انت عايزه تعمليه في المجله؟ نقف عند النقطه الطموحات دي بس. هرجعك لكلمه كنا قلناها بره الهوا ودي مهمه جدا لكل اللي بيشوفونا. دعوات الاب والام ليك انا عايشه بيها كويس، بس يا ريت تكلميني عليها لان ده مهم جدا لكل اللي بيشوفونا، لان قد ايه احنا ما بناخدش بالنا من الموضوع ده. لا بص بقى، رضاهم ده اهم حاجه. الرضا ان امك وابوك يناموا وهم داعيين لك او راضيين عنك، دي لازم كل واحده يحطها حلقه في دماغه. الرضا ده على فكره بجد. امي وابويا وجدتي الله يرحمهم، امي كانوا دايما يقولوا ايه، روحي ربنا يحب فيكي خلقه. انا حاسه ان انا عايشه بالحته دي. الدعوه دي هي دي اللي بتفرق معايا بامانه. وفي ناس معينه لو شايفين البرنامج هيعرفوا انا بقول ايه، وانا يعني مصدقك. انا دايما يقولوها لي، انا لولا دعوات امي في حياتي ما كنتش في حاجات كتير نقلات في حياتي كانت مهمه جدا، ودعوات امي وفي مواقف كتير جدا انا طلعت منها، ان كان بقى مرض ان كان ظروف شخصيه، طلعت منها بدعوه من دعوات امي ودعوات ناس كتير ما كنتش اعرفهم زي لسه كنت بقولك من شويه. وامي لما بتزعل مني بحس ان كل الدنيا مقفوله قدامي يعني. في اليومين دول امي زعلانه مني، فانا حاسس ان الدنيا كلها مقفوله، وبقول لها بقول لها ما تزعليش مني. طب ما تجري بقى وتصالح. ايوه فالكلام اللي انا بقوله لك ده كلام مهم جدا لكل ابن وكل شخص عنده رصيد انه يخلي الدعوات دي تفضل مستمره في حياته عشان يعيش بيها. ده شيء دي نعمه من عند ربنا فعلا، نعمه فعلا كبيره. نرجع تاني لاحلامك اللي عايزه تحققيها. على فكره المجلات، في ناس كتير قوي تقول لك ايه المجلات المطبوعه خلاص راحت عليها والديجيتال. انا لغايه النهارده وبكره عندي طموحات للمجلات بافكار زي الديجيتال. يعني انت يعني مش هتكلم فيها دلوقتي، بس ممكن يبقى في مجال ان احنا نقعد مع بعض تاني وهتشوفوا ايه اللي انا حققته الجديد. يعني انا في يوم من الايام عملت مثلا اعلان، كان لما تدوس على الاعلان يطلع صوت ميوزك الاعلان اللي انت بتسمعه في الراديو. الكلام ده كان في ده بالنسبه لوقته كان جديد جديد، ما فيش حاجه اسمها كده لغايه دلوقتي. تقدريش تفتحي مجله تدوسي عليها تسمعي صوت اعلان الراديو او التي في. فدي طبعا مع يعني مع شركه الدعايه لمسكين بنعمل بونس، يعني افكار جديده بنفكر بنعمل متميزه ازاي ان انت تقدري تبيعي منتج عندك. لغايه النهارده في افكار كتير جدا ممكن اقول، لغايه النهارده في ناس بتحب تمسك المجله، يعني مش شرط ان انا افضل قاعده على. طب ما تقولي لنا لو احنا ماسكين المجله كده وبنقلب فيها، قولي لنا كده الابواب اللي بتعجبك بتشدك. احلى باب بحبه قالش وما قالش، هاشتاج قالش وما قالش ده، علشان ده برضو على ال على الاونلاين بتاع المجله. ده فكر شبابي خالص وكله حاجات واقعيه قوي بتمس الشباب، بتمس الشباب قوي بس طريقه كوميديه جدا جدا جدا. فدي كانت فكره مثلا هم اللي كانوا عاملينها الشباب اللي في المجله. الفاشن مثلا استاذه منى جمال متالقه فيه طبعا، استاذه شيرين، استاذه زينب، عندنا لا لا ناس كتير قوي، كل الابواب، استاذه منى رشدي، استاذه دالي عبد الرحمن. يعني كل اللي ما جربش انه يقتني ويشتري ويتفرج على مجلات سهرايه تقول له ايه؟ لا شوفوها هتعجبكم ان شاء الله مره، اللي هيشوفها مره بتكلم بجد ابوابها فعلا. وبعدين هي على فكره هي كل شهر بتطلع اونلاين تمام، كل ممكن تتصفحها من اولها لاخرها كلها ديجيتال. هو في سؤال بقى بره بس اونلاين، انا كمان عايزه كمان الرونق وجمال المجله المطبوعه. هي الحمد لله المجله واخده سكسي قوي في الكواليتي بتاعها تمام، يعني الكواليتي بتاع المجله واللي اتعود عليها كمان. في ناس لغايه دلوقتي فعلا بتعتمد على القرايه دي ليها متعه. والجرايد لسه برضه في ناس في يعني الكوافيرات لغايه النهارده كان اوقات يقول لك موضه وراحت، لا لغايه النهارده بيعتمدوا على مثلا تلاقي في الاوتيلات لازم بتلاقي مجلات، في عند الدكتور بتلاقي مجلات. بصي هي حاجه احنا خدنا عليها مسليه ايفن اف، حتى لو الموبايل بس لا غير طبعا. دي متعه ودي متعه. طب حاجه بقى بره الموضوع خالص، برجك ايه؟ حاجه بره كده الاسد واضح مش عارفه ايه، دايما لما اقول الاسد الاسد لا لا اصل واضح الاسد والله طيب جدا يا جماعه، صاحب صاحبه جدا جدا. لا بصي من ناحيه ان هو صاحب صاحبه، يعني انت جايه في الحته اللي انا بحبها، يعني ملعبي يعني صاحب صاحبه وصاحب صاحبه. أيوة. بس لما بيحط عنده هدف ما بيسكتش عليه، يعني لازم يوصل له ويحققه ولما يوصل له مش بس بيبقى فرحان انه وصل لده، لا ده وهو قاعد في المكانه اللي واصل لها طب هعمل ايه تاني؟ بالظبط. يعني مش بيقعد هل من مزيد، ايه الاحسن؟ عايز اعلى، افضل ارتقي، عايز افضل كده في كادر ما نزلش، عنده طموح عنده طموح. فدايما حتى لما بيوصل للمكانه مش بياخد هدنه، يعني مش بياخد بقى فرحه الانتصار وانه وصل دي كده، لا ده اول ما بيوصل بيبتدي ياخد الخطوه الاولى في تفكيره بالزبط. لمرحله اكبر بالزبط. ابعد بالزبط. ودي بتميزه لانه فعلا بيقدر ينجح وبيحب جدا النجاح لكل اللي حواليه بالظبط. دايما بياخد بايديهم، دايما هو عنده زهو كده مش عارفه شايف نفسه على ايه، بس في حته غرور كده. ايوه الاسد ده في حته غرور، مش شويه غرور بس عشان هو بيحب يعمل. انا تاني محمد الست غير الراجل صح؟ الست غير الراجل الست بتحب كده تبقى فيها الحته الراجل عينه زايغه شويه، الراجل الاسد عينه زايغه، لكن الست بتحس بكيانها. ايوه لا زايغه في ايه يا محمد؟ لا لا يحب جدا جوزي اسد، ففي ايه زايغه في ايه؟ لا طمنها، انتوا لسه يا جماعه بتتكلموا على الغيره. انا كنت حاطه جوزك اسد اسد، لا الاسد كله اتغير دلوقتي عشان ما يبقاش محمد هيجيب لك حاجه ثانيه. طب خلاص هادي. فاللي انا عايز اقوله الموضوع ببساطه، طب ايه عيوب الاسد؟ لو انت بنتكلم على عيوب الاسد مغرور، لا مش مغرور، هو مغرور مش مغرور، هو عنده مغرور لان هو بيحس ان هو انا استحق ان لا، يعني انت بتحاولي تعملي كل حاجه صح، بتحاولي ترضي اللي حواليك، بتحاولي تخدمي، بتحاولي تسندي، بتحاولي تساعدي، بتحاولي عايزه تعملي كل حاجه صح. يعني انا فيا عيب مثلا، جوزي دايما يقول لي انت عينك بيجي على الوحش وما بتجيش على الحلو، ممكن مكان يجنن عيني تيجي على حته كده اقول ايه ده، بس طب ما تشوفي الحلو. الاسد عايز كل حاجه بالمسطره. صح. ايوه ما انا هقول لك النقطه دي وبعدين نرجع تاني للعيوب لان انت هربتي. لما كنا بنتكلم النهارده الصبح وانت جايه الديكور بتاع الاستوديو عامل ازاي علشان تقدري تمام ده الاسد بيهتم بالحاجات التفاصيل الصغيره اللي لازم يبقى موجود بشكل مختلف. ما انا خدت بالك انا عمري ما طلعت برامج قبل كده. احنا لينا شرف بس يعني بس الحته دي بقالي قد ايه بتحايل ده لسه قبل الهوا فعلا بتقول لي كده او كمان في البرنامج صعب جدا وده حلو جدا وانا سعيد طبعا ان انت موجوده معانا على فكره. انا اول مره انطلق كده يا جماعه بس حاسه ان انا يعني احنا في المكتب بنتكلم في حاجه مش يعني مكان ما فيهوش الرهبه الواحد كان خايف منها. بصي احنا في كل حلقه بنعمل شويه جوائز وشويه هدايا واكيد هندبسك النهارده بجائزه كده على الهوا للمشاهدين ما اعرفش ايه هي. بصي يا ستي احنا معانا كل حلقه مجموعه من الاعلانات ومعانا مجموعه من الهدايا. الاول بيبقى في ناس بتبعت لنا من اصدقائنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشه بيبعتوا لنا الاجابات عن الاسئله. وكمان اصدقائي احنا في صور الولاد الصغيرين اللي بتجيلنا عن طريق الفيسبوك ممكن كمان تبعتها لنا عن طريق الواتس بس يا ريت كل واحد وهو بيبعت الصوره يختار صوره جودتها كويسه لان في صور كتير الجوده بتاعتها ما بتبقاش كويسه فما بنقدرش ان احنا نعرضها في البرنامج. الاسئله اجابات كتير بتجيلنا على الواتس الشخص كاتب الاجابه لكن مش كاتب الاسم. كاتب الاجابه لكن مش كاتب الاسم ومن المواقف الطريفه جدا اميره بعتت لي وزعلانه قوي انها ما كسبتش. سمير ابو سمره بعت لي كتير وقال ان انا اول واحد جاوبت واول حد بعت. سمير عايز اقول لك ان احنا مش اول حد احنا كل اللي بيبعت لنا بيشاركنا وبنحط الاسم وبنعمل سحب زي ما انتم بتشوفوا والنهارده نص السحب اللي هيتعمل استاذه سهى هي اللي هتقول الاسامي علشان يبقى الموضوع مختلف. عايزين تبعتوا لنا على الواتس على كل الاسئله اللي بنقولها والجوائز كتير جدا وهنبتدي معانا مع عبير مجموعه من الاسئله وانا هكمل معاكم بعد كده ونعمل السحب. طب انت قلت دلوقتي ان انت هتدبس الاستاذه سهى في جائزه ودلوقتي طالبين مني ان انا ادبسك انا على الهوا دلوقتي ان اعمل معاك حلقه كده خاصه بالابراج. انا عايز انا عارفه ان انت ليك على اخر السنه نعمل واحده مخصوص. ما خلاص عشان نعملها للناس عشان السنه خلصت عايزينها تخلص. ده وعد بقى خلاص على اخر السنه تبقى قبل ما ابعت محمد فعلا في الابراج ما انا عشان كده انا قلت ادبسه على الهوا. اصدقائي انا عايز اقول لكم في سهرايه انا كنت لسه هقول على فكره اقول طيب ايوه محمد الابراج هو بيعملها لنا في المجله في مجله سهرايه والنص الحلو كمان والنص الحلو كمان ففعلا ما فيش عدد بيعمله بيتكلم فيه على الابراج وبنتكلم كل شهر كلها بتبقى في الصميم اون تراك. ما هو يجي بقى ضيف بقى الحلقه مش مذيعه. نيجي نتكلم نقول بقى الاسئله بتاعتنا النهارده. عندي شركه الفراعنه السؤال بيقول ايه الاماكن اللي وعدنا المهندس عيد العدس ان رئيس مجلس اداره شركه الفراعنه وعدنا ان هو ان احنا هنزورها في كل حلقه بنقول عندنا جايزه 250 بيقدمها 250 جنيه بيقدمها المهندس عيد شركه الفراعنه وهنعرف مين اللي فايز دلوقتي. السؤال الثاني اللي هو تجور ايه هو عنوان مطعم وكافيه تجور بيقدم لنا في كل حلقه جايزه 500 جايزتين جايزه 500 جنيه والجايزه الثانيه دعوه للعشاء. السؤال بيقول ايه هو عنوان مطعم تجور؟ على فكره التكييف عارف انا مش طيب. السؤال الثالث مطعم قرية بدويه عنوانه سيتي ستارز الدور الرابع بيقدم لنا في كل حلقه دعوه للعشاء. سؤالنا النهارده بيقول سؤال مطعم بدويه لا اقوله مطعم بدويه لما احنا بنشوف اللوجو بتاعه دايما بيبقى ورانا لونه ايه؟ اللون الاكثر في مطعم بدويه هم شالوه بس هيحطوه تاني فركزوا جدا وبعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر حالا. بعد كده ان مصر دوت كوم موقع ان مصر دوت كوم كان شعاره اصنع صنع واحنا نبيع. سؤالنا النهارده بيقول كم عرض من العروض اللي متقدمه على الموقع؟ 2 ولا 3 ولا 5؟ ايه العروض؟ 2 ولا 3 ولا 5 هتختاروا واحده منهم هتخشوا على الموقع هتعرفوا الاجابه بتاعتنا. هنعمل السحب بسرعه على الاسامي اللي فازت في الحلقه اللي فاتت. احنا معانا في كل حلقه 2 1 1 يبقى 2 و1 3 و1 4 5 اسامي. اللي معايا ناهد محمود المصري. ناهد محمود المصري مبروك يا ناهد. اديني دول اثنين ماشي الاثنين ودي الاسمين. الاسم الثاني نجوى سيف ابو شهاب. نجوى سيف ابو شهاب. الاسم الثالث محسن رزق عبد السلام. محسن رزق عبد السلام. الاسم الرابع. الاسم الرابع محمود حسن. مبروك محمود. مبروك يا محمود. الاسم اللي فاز معانا في بدويه الشيماء عبدالله. الشيماء عبدالله. ألف مبروك للخمسة اللي فازوا معانا. وهقول لكم أنا السؤال عن مجلة سهرايه واللي هيبعت لنا هنبعت له أعداد. لا احنا هنعمل له اشتراك. اشتراك مجاني لمدة سنة. اشتراك لمدة سنة للي هيبعت لنا الإجابة على السؤال اللي الأستاذة سهى هتقوله. ايه المجالات؟ احنا عندنا النهارده وكله مفاجآت. في برو ميديا في كام مجله بيتم اصدارها؟ قلناهم النهارده في الحلقه. اوكي قلناهم. قلناهم في الحلقه. قلنا ان في مجلتين. ايوه. فالناس المفروض بقى تعرف اسم المجلتين. تمام المفروض ان هم يعرفوا. انا كنت سعيد جدا جدا جدا. انا اللي ميرسي ليكي بجد. وبجد انا اتشرفت النهارده بان انت لبيتي الدعوه بصفه شخصيه واسعدتي كل الجماهير. انا اللي ميرسي ليكوا بجد. والبرنامج حلو جدا والواحد حاسس انه قاعد قعده دردشه في بيت جميله كده وحاجه حلوه بجد. انا اتبسطت. ميرسي يا عبير. ميرسي يا محمد جدا. اصدقائي انتظرونا في كل اسبوع قبل الميعاد ده بساعه في برنامج كل الناس نيوز. على طول ابعتوا لنا، على طول تابعونا، على طول هتلاقونا دايما بنجيب لكم الجديد. دايما ضيوفنا اللي أنا بتشرف بيهم إن يكونوا موجودين معانا دايما بينوروا الشاشة بيكوا كمان. وده المفروض إن احنا نعمله لكم، نقدم لكم حاجات تفرحكم وتبسطكم. كان معاكم عبير زياد ومحمد هاشم، أشكركم، انتظرونا الأسبوع القادم.